بسم الله، في عندي تنبيه هنا فقط على الباينري في لغة السي. مقدر باينري سي دي باينري. طيب لو رحت وعملت هذا التست دوت سي وقلت له انا عندي هنا متغير اكس، هذا الاكس بياخذ القيمة من الكوماند برومت، فححط الفانكشن هذه وارج في 1 اوكي، واحط اللايبراري اللي هي انكلود stdlib.h. طيب الان لو جيت جربت ابغى اطبع هذا الاكس، فاقول له مثلا حاطبعه بالديسيمال، فاقول الديسيمال واعطي مسافه كده نيو لاين واقول له اطبع لي الاكس. ممكن اطبع الاوكتال منه واجي هنا اقول له اوكتال واغير هذه الى او. ممكن اطبع الهكسا ديسمال واقول له هنا في عندي الهكسا ديسمال وبدل الدي اخليها اكس. وممكن اطبع الكاركتر فاقول له هنا عندي الكاركتر بدل الاكس اخليها السي. طبعا خليني اخليها كلها تحت بعض عشان تبان اوكي. فلاحظ الان عندي هذه الاوبشنز عشان اغير الاوتبوت وشكل الاوتبوت. الاكس هو نفسه ما تغير، ولكن المره بطبعه بالاوكتال، اطبعه بالديسيمال، اطبعه بالهكسا ديسيمال، واطبع الاسكي او اطبع القيمه اللي في الاسكي تيبل، هيطبع لي الحرف مثلا او الرمز اللي موجود في الاسكي تيبل. فخلينا نشوف هذا المثال جي سي سي تيست، واشغل واقول له اعطيني الرقم 7 او عفوا 8 بالاوكتال 10. ليش؟ لانه الاوكتال الماكسيمم 8، الديسيمال ما في ماكسيمم، الهكسا ديسيمال 16، فلو قلت له اطبع ال 16 حتصير 10. لاحظ 10 وهذه 20. كاركتر عندك الكاركتر ممكن ناخذ رقم كبير عشان ايش يطبع لنا كاركتر، فمثلا عندك الكاركتر رقم 70 106 الاوكتال، الهكسا ديسيمال 46، والكاركتر الاف كابيتال. لكن المشكلة فين؟ في الباينري، انه ما اقدر اطبع الباينري لانه البرنت اف ما فيها اوبشن للباينري، فهم؟ فانا محتاج الى اني اعمل فانكشن. طبعا في لغه السي في الستاندرد سي لايبراري ما في اوبشن في البرنت اف عشان اطبع الباينري ريبريزنتيشن، لذلك موجود في النن ستاندرد لايبراري، او انك تبني ال كود بنفسك. فمثلا انا ابغى حاجة زي كده، لو قلت له مثلا 70 اللي شفناها قبل شوية، أبغى يطبع هذا الرقم 100011100. فكيف حسويها؟ ممكن إني أسويها عن طريق ال function. أعمل function، هذه الفانكشن بتمسك الباينريز وتبدأ تقارن. فعندنا مثلا الانتجر اكس، هذا الانتجر اكس في ناخذ مثلا رقم خمسة الباينري حقه 101. فالانتجر اكس عبارة عن 32 بت كلها اصفار، واخر ثلاثة 101 اوكي.
فهذه 32 بت كلها أصفار، وآخر ثلاثة هي 101. فأنا أحتاج إني أعمل ماسك، أوكي؟ هذا الماسك في قيمة حيشيك على هذا، طبعا الماسك هذا في قيمة هي 1 والبقية كلها أصفار، فهذه القيمة هي اللي حيشيك عليها مع كل رقم، يعني حيشيك على القيمة هذه بعدين يرجع يشيك على القيمة هذه بعدين يرجع يشيك على القيمة هذه بعدين يرجع اللي بعدها، وهكذا إلى أن يوصل إلى القيم اللي مهمة. أوكي، طيب هذا الماسك نفس الشيء حيكون انتجر، ولكن القيمة اللي فيه هي اللي حنشوفها الآن كيف نجيبها، لأنه أنا أحتاج أني أخزن 1 ومتبوع بأصفار. فكم الرقم؟ إذا كان 5 قيمتها بالبت 101، كم القيمة بالديسمال اللي أدخلها عشان تعطيني هذا الرقم؟ ممكن أتحكم فيها عن طريق البت شيفت، في كوماند يعمل بت شيفت. أوكي، طيب فتعال نشوف كيف حنسوي هذا الكود. نقول vim to binary dot c، وأقول هذا لا بلاشي كود بلاشي برنامج، نعملها function وبعدين نضيفها على برنامج. الفانكشن نسميها i to b، طبعا بنفس طريقة ال non standard function، لأنه non standard function موجودة اسمها i to b integer to binary. طبعا إيش بتسوي هذا الفانكشن؟ يقول void i to b بتاخد integer x و طبعا مرة واحدة ايش نسوي، خلينا نفتح ويندو ثانية ونقول vim بنفس اسم الملف header file binary.h، في الهيدر فايل اكتب الهيدر حق الفانكشن، فهذا كده خلصنا. الآن نرجع للملف حقنا، طيب ايش فيها الفانكشن هذه؟ فنقول هذه الفانكشن فيها الماسك اول شيء، طبعا بما اننا بنتكلم عن الانتجر فالانتجر معروف انه بوزيتيف ونيجاتيف، فممكن انا اخذ الارقام البوزيتيف فقط فاقول له unsigned integer، نفس السايز ولكن الرينج حق الارقام بيختلف هيكون اكبر الدبل. نفس الفكره كمان هيحط الماسك بنفس نفس السايز ونفس التايب unsigned integer، هسميه ماسك. طيب الماسك هذا كيف هعطيه القيمة؟ هعطيه القيمة كالتالي، أقول ماسك هتساوي خلينا أخزن فيه 1 أول شيء، هتساوي 1 وهذا الواحد خلينا هذه أحطها keep above. لاحظ لو حطيت 1 شوف هذه 32 بت خانات ال 32 بت، فواحد بالديسمال حيعطيني البت الأول صار بواحد والبقية أصفار، فهذه القيمة 1. طيب الآن لما أعمل ماسك يساوي ماسك شيفت لليسار ب31 مرة، معناتها هذه مرة وهذه مرتين وهذه 3 4 5 31 مرة حيجي هنا،
فتعال نشوف عندي هنا left shift وهنا right shift. فأنا لما أجي هنا left shift أضغط ضغطة واحدة left shift وبعدين أدخل الرقم 31. لاحظ الآن اللي كان هنا أصبح فين؟ أصبح هنا. أوكي؟ فبعد هذا السطر، بعد هذا السطر صارت القيمة هنا. أوكي؟ طيب الآن الآن بعد ما عملت الشيفت إيش أسوي؟ خليني أعمل لوب وأشوف الأوتبوت، يعني أبغى أحرك ال يعني أبغى أحرك هذا، أجيبه هنا وأجيبه هنا وأجيبه هنا وأجيبه هنا عشان إيش؟ يعمل تشيك على كل الخانات. فكيف أسويها هذه؟ أقول for، وخلينا أقول من mask من نفس القيمة اللي هو عليه هنا إلى القيمة اللي هنا. أوكي؟ فهي mask أكبر من الزيرو. أوكي؟ وخلينا أقول mask تساوي، بما اني عملت 31 مرة شفت لليسار هعمل شفت مرة واحدة لليمين، هتساوي ماسك شفت لليمين مرة واحدة. طيب ابغى ايش؟ ابغى برينت اف واطبع لي unsigned integer واطبع لي الماسك نفسه. ايش حيطبع؟ حيطبع لي قيمة الماسك، الرقم اللي هنا، بعد كده الرقم اللي هنا، الرقم اللي هنا، الرقم اللي هنا. وخلينا نشوف الأرقام هذه، بس قبل هذا نحط نيو لاين عشان نعرف نقرأ الأرقام بعدين. طيب إيش بيقول؟ بيقول لك هنا print f مش موجودة. طيب print f عشان أستخدمها أنا محتاج إلى stdio، فأنا أجي هنا وأقول له عندي include stdio.h. أوكي، بعدين أجي أعمل التست اللي كنت بستخدمه قبل شوية وأجي أضيف اللايبراري اللي عملتها include، اللايبراري هي to binary dot h، والfunction هي اسمها ايش؟ اسمها i2b، وبتاخد integer، نقول الانتجر هذا x الآن. فبعد الكاركتر حيروح يطبع هذه الأشياء ونعمل gcc للتكست. طيب في قال لك في خطأ ال i2b undefined referenced، ليش؟ vim to binary dot c void i2b unsigned int x. او اوكي 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 unsigned انا غيرت. فنرجع vim to binary dot h هنا unsigned unsigned int، نرجع ثاني مرة. او لما تعمل compile وعندك function لازم تضيف الفانكشن اللي هي to binary dot c. اوكي طيب الان عندي هذا الاوتبوت، فهقول اعطي رقم. لاحظ طبعا هذه ما لنا علاقه فيها، قديمه للاشياء الاولى. الان لاحظ طبع لك الرقم الاول لما كانت القيمه هنا. اوكي لو عملت right shift 1 صارت القيمة هنا،
طبع لك القيمة الثانية اللي هي 10737418224 right shift 1. طبع القيمة اللي بعدها اللي بعدها وهكذا، هيفضل يغير ال يعمل right shift إلى أن يوصل إلى آخر قيمة اللي هي 1. فلو تلاحظ تقرأ الأرقام هذه 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256، هذه البيت values. okay. فالآن أصبح عندي البيت values. لو عملت AND، لنفرض أنه السطر اللي فوق هذا أو البيت اللي فوق ال 32 بيت اللي فوق هي للرقم الثاني، فلو أعمل AND مع الرقمين هيطلع الرقم اللي أنا أدخلته. okay. فلو نرجع للكود ثاني مرة، الآن نرجع للكود vim to binary o to binary c. فالآن لو عملت AND مع الإكس، فخليني أقول الآن أعمل X AND with mask. okay. وأطبع لي النتيجة، فحيطبع فقط الأرقام اللي تقابل القيم، يعني 4 حيطبع قيمة واحدة. ليش ما طبع قيمة واحدة؟ أنا قلت له هنا لازم لما تعدل الكود تعمل كومبايل. اوكي، بعدين تشغل، فلاحظ طبع قيمة واحدة، البقية أصفار وطبع قيمة واحدة. أنا قلت له 4، فراح شاف الأربعة متى تكون فاعلة، تكون فاعلة في هذه الخانة. لو قلت له أطبع لي 8 8، شاف متى تكون الثمانية فاعلة، لقاها فاعلة في هذه الخانة. قلت له أطبع لي 70 70، شاف هذه الخانة وهذه الخانة وهذه الخانة. أوكي، طيب هذه الخانات أنا وفيها قيم، أنا ما أبغى أطبع القيم، أبغى أطبع إما 0 أو 1. فبكل بساطة أروح للكود وأقول له هذه القيم، هذه الأند روح أطبع لي إما 1 أو 0، محل ما تلاقي القيم حط 1 والبقية خليها بزيرو. نتعال مرة ثانية، نعمل كومبايل ونعمل رن. لاحظ استبدل الأرقام ب ones والبقية zeros. طيب عشان نشوف هذا الكلام في سطر، نخليها نشيل ايش new line هذا. الآن نعمل كومبايل مرة ثانية ونشغل مرة ثانية. لاحظ الآن هذه أصفار وهذا الرقم هو اللي أنا أبغاه. نرجع ثاني مرة، لو قلت له 70 وبعدين حول لي لها لباينري، لاحظ الرقم 1 0 0 0 1 1 0 نفسه. طيب الآن نبدأ فقط نعمل improvement ونحسن من هذا الاوتبوت. ف كيف ممكن احسن من هذا الاوتبوت؟ اول شيء انا الباينري افضل ان اطبعه باستخدام زيرو بي، يعني اقول برنت اف زيرو بي في البداية. اوكي، غير كذا بعد ما تخلص من طباعة الاوتبوت اطبع برنت اف نيو لاين، يصير تكون الإجابة في سطر لوحدها. اوكي، يصير هذا ينزل لسطر منفصل. غير كده نرجع للبرنامج الأساسي اللي بنطبع فيه القيم هذا، ممكن أقول إيش؟ ممكن أقول له printf
printf binary واجي كذا اعطي space وبعدين اخليه يطبع الباينري. تعال نشوف كومباين وتشغيل. لاحظ طبع الاوكتل طبع الديسيمال طبع الهكس الكاركتر وطبع الباينري. طبعا نحتاج عشان نعدلها ممكن نجنب هذه شوية كده اقول له لا البرنامج الاساسي بعد الباينري حط مسافة وبالنسبة للفانكشن تعال كمان نحسنها ونقول لا ايش بيه to binary نحسن هنا. خليني اقول اول شيء شيك على الرقم او على النتيجة. اذا كانت النتيجة هذه هتعطيك 1 او هنا حتعطيك 0. اوكي هذا السطر او هذا الجزء فقط هو اللي حولته هنا كامل. اوكي ف عشان ابغى اعمل ترتيب فانا بقول له هنا اذا كان هعمل متغير كذا من نفس النوع هسميه output. اوكي فهنا هاقول هيكون الاوتبوت يساوي 1 وهنا هيكون الاوتبوت يساوي 0 سيميكولون. طيب لكن في عندي زيروز في البداية ما ابغاها فهذه ايش هعمل لها؟ هعمل لها فلاج. هقول في عندي هنا فلاج يساوي 1 هذا يرمز انه الفلاج هذا ترو. واجي هنا اقول له طبعا الزيروز اللي في اليسار ما لها قيمة بينما الزيروز اللي في اليمين لها قيمة. الزيروز اللي في اليسار طبيعي ما حتيجي من هنا حتيجي من هذه الزيروز. فاجي هنا واقول له في الالس شيك على الزيروز. اذا كانت الزيروز على اليسار معناتها اذا كانت الفلاج اكبر من الزيرو معناتها 1 جلي الزيرو هذا. اذا لا الس اطبعه. اوكي طيب كيف نعمل الجلي هذه او سكيب؟ هنعملها بأمر continue اوكي وبعدين الاوتبوت. طيب اذا كانت الزيروز على اليمين لازم اطفي الفلاج هذا. فكيف هطفيها؟ اجي عند بعد الون عشان انه بعد الون اكيد الارقام كلها حتكون على اليمين فحتكون فلاج بتساوي 1. اوكي وبعدين هقول له في الاخير قبل ما يخرج من اللوب اطبع print الاوتبوت. I think اوكي print الاوتبوت واخرج. اوكي تعال نجرب print f وليس print. اوكي
نرجع نعمل كومبايل ونعمل رن. ليش ما زال يطبع الاصفار؟ في خطأ في الكود فيم. طيب اوبوت فلاج بو عفوا فلاج بزيرو وليس بون، هنا فلاج بزيرو لانه هنا حاخلي فولس. اوكي هو هنا ترو فانا حخليه فولس. اوكي نعمل ما زال يطبع اصفار. ليش؟ فلاج بزيرو، فلاج اكبر من زيرو، كونتينيو. اوتبوت طيب هنا الفلاج فولس وهنا الفلاج تشيك اكبر من على انها ترو وهي باي ديفولت حتكون ترو مظبوط. وبعدين يطبع الاوتبوت. وفي كل الاحوال حيعمل شيفت. طيب ايش هالمشكلة؟ المشكلة هنا، هذا ما له داعي خلاص. اوكي فهذا هو المطلوب. طيب اللي ما له داعي مرة واحدة نحذفه. اوكي الان شايف، فهذا هو الباينري ريبريزنتيشن اللي انا ابغاه. لو قلت له اطبع الخمسة لاحظ 0B101، الأربعة 100. وممكن أسوي الكود بطريقة ثانية، هذا تو باينري أسوي بطريقة ثانية. يعني لاحظ هنا أنا عندي تكرار، عندي هنا تكرار وفيها لوب. أوكي ممكن أسويها عن طريق ريكيرسيف، يعني بيشيك على رقم وبعدين يشيك على الرقم اللي قبله. بمعنى آخر إنه حيشيك على هذا الرقم، لو نيجي هنا لاحظ أنا عندي هذا هذه الخانات كلها وفي الأخير عندي هنا 101. أوكي فهو بيشيك على كل خانة صح، حيبدأ يشيك على هذه الخانة بعدين يشيك على هذه الخانة، هذا في اللوب في الفور لوب. لكن أنا ليه أخليه يشيك على هذه الخانة ويعرف إنه إذا في باقي يخش يشيك على الخانة اللي جنبها، إذا في باقي يشيك على الخانة اللي جنبها، ويفضل يكرر نفس الطريقة إلى أن يوصل إلى آخر خانة. آخر خانة بعدها ما في باقي، حيبدأ يرجع النتيجة. أوكي فهذا الريكيرسيف. الحين خلينا نشوف الريكيرسيف كيف نسميها. تو باينري نسميها تو بن. طيب تعال نشوف، نقول فيم تو بن. اوكي دوت سي هذا الكود الثاني. نقول الكود الثاني حيكون كيف، حيكون نفس الفكره. نقول ايش انسرت void i to b هتاخد ان signed int x طيب انسايد انت اكس. آه
حنقول إذا كان الرقم موجود، أوكي، اللي أدخلته له قيمة، ما هو زيرو، يعني رقم له قيمة. لأنه الإف كيف بتشتغل؟ الإف هذه إذا كان زيرو يعني فولس، إذا كان ون يعني ترو، أوكي. فلو قلت إكس معناتها ترو، لو قلت نوت إكس معناتها فولس. فالإكس إذا كانت رقم معناتها ترو، إذا كانت زيرو معناتها فولس. فأنا بقول له إذا كان في رقم أعمل كول للفانكشن مرة ثانية، أوكي، وهو حيشيك على الرقم اللي قبله، وهكذا إلى أن يجي إلى رقم فولس ما حيخش، أوكي. طيب بس حيشيك على الرقم اللي قبله كيف؟ أنت تتذكر هنا قلت لك هذه حيشيك على هذه للمرة الأولى، وبعدين مرة الثانية حيشيك على هذه، ومرة الثالثة حيشيك على هذه. فقيمة الرقم هذا غير قيمة الرقم هذا. خلينا ناخذها بلون ثاني. غير قيمة الرقم هذا. فهنا لو فرضنا انه هذا اكس، هذا اكس شيفتد ب1، وهذا حيكون ناخذه بالاخضر، هذا الثالث حيكون x shifted ب2. فلاحظ كلها shifted بس 1 2 وهكذا 3 4 5 الى ان يخلص. فحنقول له هنا recursive x shifted ب1، اوكي. بعد كده ايش حيعمل؟ بكل بساطة حيعمل المقارنة، حيقارن الاكس مع ايش؟ حيقارنها مع قيمة، يعني هو حيشوف هنا هذا الرقم اون ولا اوف، ون ولا زيرو، فحيقارنها مع ون. زيرو ون حيكون زيرو، لو كان ون 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 حيكون ون. فأنا عشان أقارن، عشان أعرف الرقم هل هو on ولا off، zero ولا one، أقارنه مع ال one، فأقارنه مع ال one bitwise، أوكي. وبعدها أقول إيش هل القيمة one أو zero. فكيف أقول القيمة one أو zero؟ خلينا أقول على طول كده بس print، نعمل هنا print f واقول له اطبع لي اليو، وهذه هي القيمة، قارنها واطبع لي 1 لا عفوا 1 او 0، اوكي. طيب وبعدين x في سيمي كولون ناقصة i to be shifted، ايش المشكلة فيها؟ اوه انا ليش فاتح قوس؟ خلاص هنا سيمي كولون، اوكي. print f محتاجة إلى include stdio.h، أوكي. أرجع للتست، أضيف اللايبراري. طبعا هذه اللايبراري ما نبغى نحتاج نعمل لها تست الآن، نبغى نعمل تست لللايبراري الثانية اللي بعدها اللي هي توبن، اوكي. فهذه اللايبراري اللي احنا نبغى نستخدمها هي نفس الفانكشن، ولكن
غيرنا في طريقة طريقة شكلها to bin dot o to bin dot h ما عملناها. طيب نعمل دحين to bin dot h إيش بو؟ أوكي نعمل vim أو مو vim نقول m v to binary dot h إلى to bin dot h فقط. الآن نجي عند ال GCC لا عفوا مش هذه to bin dot c. لاحظ الآن نفس البرنامج ولكن بالفنكشن الثانية هقول له 5 لاحظ طبع لي 101 أوكي. لو قلت له 6 فالآن أبدأ عاد أصلح الأخطاء البسيطة هذه vim to bin dot c. أقول له بما إنها ريكيرسيف ما أقدر أستخدم الفنكشن مرة ثانية شايف، فهذا واحد من العيوب هنا ما أقدر أستخدم لأنه حيفضل يطبع لي لكن ممكن أصلحها من المين أو إني أعمل إيش رابر، ممكن أعمل رابر في الفنكشن. شوف كيف هسوي، هأقول إذا كان هذه i to b فأنا هغير هذه i to b إلى اسم آخر واستخدم i to b للأوتر فانكشن. فأقول هنا أعمل لي سيرش على كل شيء وبدل لي i to b ب to بن اوكي. فغير لي هي، اجي الان هنا اعمل فانكشن جديده void واقول i to b حتاخذ نفس الفكره ان signed int x. ممكن كمان هذه حضيفة هناك ولا خلاص هذه ما تحتاج إضافة في الهيدر لأنه مضافة وأعمل لها to bin وأضف لها الإكس أوكي. الآن هنا أقدر أعمل printf 0b وهنا أقول printf new line كده خلصت. أجي أعمل compile من جديد وأشغل طبع لي عندنا لو قلت له أطبع 70 هذه هي أوكي. فالآن عندي طريقتين، خلينا أشغل لك الكودين vim to bin dot c وأقول له أفتح في اليمين set split right v split إيش هذا v split to binary okay. فلاحظ هذه الكودين واحد بيستخدم الفور، هذا بيستخدم الفور وهذا بيستخدم الريكيرسيف اوكي. الان اتبقى الطريقة اخيرة، هذه الطريقة هي اللي هي طريقة ال القسمة، انك تيجي تقول الرقم مثلا 5 او سيموليشن لها سيموليشن ايش هذا
simulation لو قلنا 5 على 2 فيها الاثنين على 2 طبعا 5 على الاثنين على الاثنين فيها الاثنين والباقي 1 الاثنين على الاثنين فيها الاثنين فيها الاثنين والباقي فيها الاثنين والباقي 0 ويتبقى 1 بعدين تمسك الارقام 1 0 1 فحيصير عندك الاوتبوت 0 بي 1 0 1 ابغى تعمل لي عليها برنامج باستخدام اللينكد ليست يعمل سيموليشن لهذه الحركه بانه يقسم الارقام على 2 ويطبع القيمه يطبع باقي القسمه اوكي باستخدام اللينكد ليست.